اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه عرب هاردوير. انا مصطفى محمد وده الار تي اكس 2080. بصراحه انا كنت منتظر نسخه 2080 تي اي، بس مش مشكله، مسيره يجي تحت ايدينا. حلقتنا النهارده هي عباره عن انبوكسنج اوفر فيو سريع لايه هتلاقيه جديد في الكروت الجديده. المعلومات الكامله عن الكارت وادائه هتكون في حلقه منفصله ومطوله ومفصله للمميزات الجديده وايه موقع الكارت الجديد من المنافسه. الحلقه هتنزل يوم 19 سبتمبر، يعني الاربع اللي جاي، 3 بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعوديه، و5 بتوقيت الامارات. ما تبصش ولا تصدق اي تسريبات الا لما تنزل حلقتنا بالكامل. في البدايه، النسخه اللي جات لنا مش الفاوندرز اديشن، النسخه اللي جات لنا هي الجيجا بايت جي فورس ار تي اكس 2080 جيمنج او سي. كويس جايد استوانا. رامات الكارت بحجم 8 جيجا بايت من نوع GDDR6، الكارت بتصميم جيجا بايت الشهير اللي هو ويندفورس 3X. جديد انفيديا في كروت الـ RTX 1 ان رامات الكارت هي GDDR6. خلي بالك ان رامات الكارت ملهاش علاقة خالص برامات الجهاز، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. 2، الكروت الجديدة معمولة عشان الري تريسنج. الكروت القديمة ممكن تشغل الري تريسنج عشان دعمها لمكتبة DirectX 12، بس مش بنفس سرعه الكروت الجديده، دي حاجه ودي حاجه، ودي بتتعامل بطريقه ودي بتتعامل بطريقه تانية. فخلي بالك طبعا من النقطه دي عشان احنا هنتكلم عنها كتير جدا في حلقات جايه. كم الداتا اللي هتتعامل معاه الكروت هيكون كبير جدا، فالناس اللي هتكون قادره ان هي تشتري كارتين من الفئه الجديده اللي معروفين ان هم تجار طبعا المخدرات، هتحتاج حاجه تتعامل مع الكم ده من الداتا. وهنا يجي دور ثالث ميزه وهي الانفيديا ان في لينك، ودي حاجه مختلفه تماما عن الاس ال اي. فسريعا كده، الاس ال اي كل اللي بيعمله هو عمليه تزامن ما بين الكروت في فريم بافرز، وبمعنى اصح بينقل الداتا اللي موجوده في الكارت الثاني للكارت الاولاني اللي انت موصل عليه الشاشه عشان تظهر لك الداتا بتاعتك. الاس ال اي الباندوث بتاعه محدود شويه، اما انفيديا انفي لينك اللي كانت موجوده بس في كروت كوادرو وتسلا بتشتغل بطريقه مختلفه شويه. هنا ما بتعملش سينك، هنا بتتعامل مع الكروت بصوره مباشره، وبتكون حلقه الوصل بين الكروت والسي بي يو، فما فيش بقى البي سي اي سويتش اللي بتعتمد عليه الاس ال اي. وهنا التواصل هيكون من الجي بي يو للجي بي يو او من الجي بي يو للسي بي يو، وده عشان كم الداتا الكبير اللي هتنتجه الكروت، فهيكون في عمليه نقل اسرع للداتا. رابعا، كروت الافتر ماركت والفاوندرز اديشن فيها يو اس بي 5 سي. الموضوع ده مش جديد، ام اس اي استخدمته قبل كده في واحد من كروتها ال 1080 تي اي اللي احالته انفيديا رسميا على المعيش. الفكره في تواجد اليو اس بي تايب سي هو الدعم لما يسمى بالفيرتشوال لينك. الطبيعي انك عشان توصل الفي ار هيدسيت بتحتاج كابلات كتير، اتش دي ام اي او ميني ديسبلاي بورت الى جانب الباور واليو اس بي 3، وده بيكون في البوكس اللي هيظهر لك حالا، والناحيه الثانيه بيكون في الاتش دي ام اي والباور واليو اس بي 3. وهنا يجي دور اليو اس بي تايب سي اللي موجود في الكروت ان هو هيستبدل كل الكابلات الكتيره اللي انا لسه قايلها بكابل واحد بس عشان يشغل الفي ار هيدسيت. كارت زي ده انت محتاج عشان تشغله في السيستم بتاعك يكون عندك باور سبلاي مش اقل من 650 واط للسيستم ككل. الكارت بيستهلك الباور عن طريق منفذ 1.6 بن و 1.8 بن. ده كان الانبوكسنج والاوفر فيو السريع للكارت جي فورس ار تي اكس 2080 جيمنج او سي من جيجا بايت. ما كنت هغلط واقول جي تي اكس. الكروت الجديده فيها مميزات كتيره جدا، هنتكلم عنها بالتفصيل يوم الاربعاء اللي جاي 19 سبتمبر. الحلقه تنزل الساعه 3 بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعوديه، و5 بتوقيت الامارات. نقطه كده من صح. المهم، ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يجيلك نوتيفيكيشن ان احنا نزلنا الحلقة الجديدة، وكالعادة لايك وشير. اشوفكم في الحلقة الجاية. لا خلاص خدته.